السلام عليكم. بسم الله توكلنا على الله. اليوم شغلنا عند الشراع. طبعا يومنا الزبون مستعجل، بدنا نضطر نزود الاسمنت مع الرمل بحيث انه ينشف البلوك باسرع ويصير امكن. وفي عندي ملاحظة يعني بيجينا عليها اسئلة. المثلثات هاي الفائدة منها يا غوالي، المثلثات هاي يعني زي ما تقول العمدان للغرفة، بحيث انه بعد ما نحط الدفان، طبعا الدفان مروينه برا وندفن هنا ونرش مي وندعس في سبيل انه ما يصير تهبيط او يصير فراغات. بعد ما ندفن على مستوى 3 بلوكات هذان، وراح نحط حديد ونصب الخرسانة، بالايام بعد ما يشتغل الفرن على الحرارة ممكن يكبس الدفان جوا او يصير فراغات او كذا، يكون الخرسانة العالة شايلة وين معتمدة وين مركزة، يعني تكون ثابتة على الاعمدة. هاي زي الاعمدة، لان الزاوية العالة قوية، والثلاث هذن المثلثات هذن يصير زي الاعمدة اللي شايلات السطح. ولا تنسونا من دعواتكم، وان شاء الله اي ملاحظة بالنسبة لعمل الافران والمشويات والتنانير نوافيكم بها، والسلام عليكم.